عينيات عينيات، مالك مزروع كده ليه؟ تعالي تعالي. ايه بقى؟ فرجك حاجه لطيفه اشتريت تاني. صحيح؟ ان شاء الله تعجبك. ان شاء الله. اتفضلي شوفي. حلوه قوي. ودي بكام بقى على كده؟ مش مهم الفلوس. يعني بكام يعني؟ يوه يا عينيات، ب 3 جنيه 68 قرش ونص. وجبت الفلوس دي كلها منين بقى؟ النهارده صرفوا لنا فرد غلاء معيشه. نزلت جاري اشتريت لك الحته دي. وليه تتعب نفسك قوي كده؟ اتعب نفسي؟ ده انا لو طولت اديك عينيا كنت اديتها لك. ما عندكيش فكره انا فرحت قد ايه النهارده لما صرفت الفلوس دي عشان هجيب لك هديه. يا اخويا كان حقك كملت عليهم وجبت لك جزمه احسن. يا ستي انا مش مهم، المهم انت تكوني راضيه عني وفرحانه. وانت فاكرك اني هفرح بحته قماش ب 3 جنيه و 68 قرش ونص؟ اهو ده اللي في ايدي. هعمل ايه يعني؟ يا اخويا اتلحلح شويه. الصراف الشاطر بيعرف ازاي يخنفر له قرشين من كل شيك يصرفه. انا مش ممكن اعمل حاجه زي كده. انا راجل عندي كرامه. كرامه؟ طب يا اخويا خلي كرامتك دي تاكلنا عيش ملانيله.